ضيفتنا النهاردة هي نموذج إنساني فريد، قدرت تحول محنتها وأحزانها لطاقة عطاء كبيرة لفئة من المرضى يمكن محدش كان بيحس بيهم أو ممكن ما يسمعوش عنهم. هي صاحبة أول مؤسسة ترعى مرضى، المرض اسمه إيه؟ اسمه انحلال الجلد الفقاعي. لا مش بس كده، هي كمان نبهت المجتمع لخطورة المرض ده وقد إيه المرضى دول وأسرهم محتاجين للرعاية والدعم والتوعية. الحقيقة هي قدمت لنا تجربة إنسانية رائدة أشاد بيها العالم. عملت يعني مؤسسة هي أنشأتها وهي رئيس مجلس إدارتها، هي الأستاذة هناء السادات، إدارة مؤسسة. المؤسسة اسمها إيه؟ اسمها ياسمين السمرة، اللي تأسست سنة 2014. طيب مين ياسمين؟ ياسمين هي واحدة من اللي كان عندهم مرض انحلال الجلد الفقاعي، وهي بنت أستاذة هناء السادات ودكتور عمرو السمرة. لكن الأهم إن هي كمان ما كانتش طفلة عادية، هي كانت طفلة ملهمة بكل المقاييس، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى بعتها الدنيا علشان يحصل تغيير ويحصل تحرك إيجابي في هذا المرض. عمرها كان قصير 15 سنة، لكن ال 15 سنة دول اتحولوا لأمل يمكن للناس أصحاب أو أباء أو أصحاب ضحايا هذا المرض. أستاذة هناء إزاي حضرتك؟ أهلا بيك. أهلا بيك. يعني القصة، أنا القصة شوية يعني ممكن نقول يا عيني ويا بنتي، ولكن يعني أستاذة هناء قالت لي لا،